لا يزال ملف مياه الصرف الصحي في مونريال معلقان بانتظار حسم القضية الشائكة في قرار تصدره اليوم على الأرجح وزارة البيئة الكندية لمعرفة ما إذا كانت أوتاوا ستعطي الضوء الأخضر لإدارة دوني كودير لتفريغ 8 مليارات لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في نهر السالورا. وكان الملحق الصحفي لرئيس البلدية دوني كودير قد أشار إلى أن مونريال بانتظار الحصول على جواب من الحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء يوم غد الأربعاء كحد أقصى. وكانت وزيرة البيئة الكندية ليونا أغلوكاك قد طالبت يوم الثلاثاء الماضي بتعليق مشروع تفريغ المياه من أجل السماح بإجراء مراجعة مناسبة لتداعياته، علما أن مونريال بحاجة لإذن من أوتاوا للمضي قدما في المشروع. أكد رئيس الحكومة في كيبك فيليب كويار أن المكسيك قد تستوحي من السياسات المعتمدة في المقاطعة من أجل التوصل إلى أهدافها الطموحة لمكافحة الغازات التي تتسبب بالاحتباس الحراري. جاءت تصريحات فيليب كويار في أعقاب لقائه بالرئيس المكسيكي، حيث لاحظ مدى اهتمام هذا الأخير بالنظام الكيبكي الذي يحدد السقف لانبعاث الغازات ويوفر تبادلها. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته باللقاء وبأنه شعر باهتمام فعلي من قبل المكسيك بالنموذج المتبع في كيبك، مما يجعله يشعر بالفخر والرضا عن الأداء البيئي للمقاطعة وطموحاتها في مكافحة التغيرات المناخية. تزامنا مع ذلك، وقعت كيبك على اتفاق جديد إلى جانب المكسيك في شؤون البيئة والتغيرات المناخية، وبموجب الاتفاق المذكور سيتم وضع المكسيك في أجواء الإجراءات المتبعة والرامية إلى تأسيس سوق للكربون. والجدير ذكره أن المكسيك التي تعول بنسبة كبرى على الوقود الأحفوري تأدي في المرتبة 13 في عداد أبرز الدول من حيث أعلى نسبة من انبعاث الغازات الدفيئة حول العالم. هذا علما أن المكسيك ملتزمة جدا في مكافحة التغيرات المناخية وتقضي أهدافها الطموحة بتقليص انبعاث الغازات بنسبة 30% بحلول العام 2020 وبنسبة 50% بحلول العام 2050 بالمقارنة مع مستويات العام 2000. تسعى مراهقة من مدينة ويندزور في مقاطعة أونتاريو الكندية إلى إلقاء كلمة أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي اليوم في محاولة منها لإحراز تقدم في معالجة ملف والدها المعتقل منذ أكثر من عام في الإمارات العربية المتحدة. يأتي سفر مروى العراضي 18 عاما إلى بروكسل في إطار المساعي الأخيرة لها من أجل إطلاق سراح والدها الذي يقبع في السجن منذ آب أوت 2014. نعيد التذكير أن سليم العراضي 46 عاما هو رجل أعمال كندي من أصول ليبية لا يزال محتجزا لدى الأجهزة الأمنية الإماراتية دون توجيه أي تهمة رسمية له، وبأنه لم يتمكن من الاتصال بأسرته منذ شهر آذار مارس الماضي. إلى ذلك، لم توفر الهيئات الأمنية المسؤولة في الإمارات أي سبب لأسرته لإبقائه قيد الاعتقال. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية، أشارت مروى العراضي إلى أنها تسعى لتسليط الأضواء على وضع والدها وما تعرض ويتعرض له حتى الساعة. وعبرت عراضي عن رغبتها في الكشف أمام الاتحاد الأوروبي الذي تربطه علاقات بالإمارات العربية المتحدة عما يجري داخل السجون السرية. وتندرج على جدول أعمال أسرة العراضي في بروكسل عدة لقاءات مع برلمانيين أوروبيين اليوم الثلاثاء للتباحث حول الدول أو الدور الذي بإمكان المؤسسات الأوروبية أن تلعبه لإطلاق سراح رجل الأعمال. تم استدعاء فريق من المراقبين الدوليين إلى كندا لمعرفة ما إذا كانت الانتخابات الفيدرالية العامة تستوفي شروط العملية الانتخابية. ويتواجد حاليا الخبراء 8 الذين أرسلتهم المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون في أوتاوا لمراقبة مجريات الانتخابات في مرحلتها المسبقة والتي امتدت بين يومي الجمعة والاثنين. هذا وتسعى المنظمة الأوروبية للتأكد من أن القانون الانتخابي الجديد الذي أرساه حزب المحافظين ومن شأنه تشديد القواعد المرتبطة بتحديد هوية الناخبين لا ينتهك حقوق بعض الكنديين ويراعي المعايير الديمقراطية الدولية المعمول بها.
أفاد مكتب الانتخابات الفيدرالية أن 2,400,000 ناخب كندي شاركوا في الانتخابات المسبقة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاقتراع، أي بزيادة بنسبة 16% عما كان عليه الوضع خلال الفترة المماثلة من انتخابات العام 2011. ويلقى الاقتراع المسبق إقبالا في أوساط الناخبين إلى درجة أدت إلى انتظار الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم لمدة طويلة في الطوابير. وعلى سبيل المثال، بلغت فترة الانتظار في مدينة هاليفاكس يوم أمس الاثنين نحو 3 ساعات. وكان مكتب الانتخابات قد أشار سابقا إلى أن 850,000 ناخب شاركوا بالاقتراع المسبق يوم الجمعة الماضي، وبأن العدد بلغ 780,000 ناخب يوم السبت و 767,000 ناخب يوم الأحد، مع إعادة التذكير أنه سيتم الكشف اليوم الثلاثاء عن أعداد الناخبين الذين شاركوا بالاقتراع المسبق يوم أمس الاثنين. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.